رجعنا لكم مشاهدينا وبنرجع بنحكي لكم كمان مرة كل عام وانتم بألف خير وكل عيد أضحى وانتم كمان بألف خير. ضيفنا لليوم أو لهاي الفقرة رح يحكي لنا أكثر عن العيد وأثره بالترابط الأسري وأثره أيضا بتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. بدنا نرحب بأستاذ علم الاجتماع الأستاذ نور الدين خمش. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتوري. مجد الدين عفوا. أهلا وسهلا. ست بتقول يعني في البداية كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير لكل المشاهدين الكرام. كل عام وانت بألف خير. الله يخليك. أهلنا وأحبابنا كلهم ووطننا وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بنعتز فيها دائما. وإحنا يعني عايشين في أجواء العيد، أجواء جميلة. صحيح. راحة واستجمام وعلاقات اجتماعية ومعمول وأضاحي. صحيح. يعني لا شك تقاليد كلها جميلة. وكلها تقاليد تدخل السرور والبهجة لنفوس الناس. صحيح. وبتزيد تآلفهم وترابطهم. احنا طبعا يعني هو اي مناسبة اجتماعية يعني مثل العيد بتشوفي انه لها وظائف اجتماعية. اكيد طبعا. من هاي الوظائف لا شك انه يعني تدعيم الهوية الجماعية. يعني تعرف الناس بيعيشوا مع بعض، بيقوموا بنشاطات متكررة، بتدخل السرور لنفسهم، بتصير جزء من هويتهم. صحيح. وبالتالي يعني كل ما تكررت المناسبة كل ما قوت هذه الهوية. الهوية هذه الأشياء المشتركة بين المجموعة. صحيح. والأشياء اللي بتميز هاي المجموعة عن يعني مجموعات أخرى. يعني طبعا هو في لدى الشعوب الأخرى أعياد ومناسبات كمان جميلة. صحيح. وتدخل السرور والبهجة وتعمل تعزيز وترابط. إحنا يعني عندنا بالمجتمع العربي الإسلامي عندنا الأعياد سواء كانت وطنية أو دينية. صحيح. أو أحيانا مناسبات أسرية، يعني مثلا في الجاهة، في صحيح. كل هاي الأمور، في الزفاف، هاي كلها يعني بتجيب الناس مع بعض، بتخليهم يشوفوا بعض، بتحدثوا، بيجددوا العلاقات، بيجددوا الانتماءات، شايفه؟ من خلال هذه المشاعر الطيبة. لذلك مهم جدا يعني احنا الآن في الأعياد انه احنا من تقاليدنا انه بنقوم بزيارات أسرية، بنزور بعض، بنعيد على بعض. وأحيانا يعني بتعرفي بتقول يعني بصير إحراج، بدهم يضيفوكي. صحيح. حبة معمول وبعدين حبة ثانية وحبة ثالثة. صحيح. وهنا يعني كمان الإنسان يعني بده يجامل اللي موجودين عندهم، لكن يعني إحنا بده يكون عندنا نوع من التسامح والتقبل. يعني نسأل الشخص، يعني في ناس تعرفي ما يحب يأكل سكريات أو إنه لسبب يعني صحي ربما. صحيح. شايفين؟ احنا بطبيعتنا عندنا كرم وعندنا حب المجاملة، بدنا حبة، لا كمان حبة، ممكن كمان حبة. بتعرفي مع انه بكون ماكل كميات كبيرة قبل ما يوصل لهذا البيت. شفتي بكون. صحيح. يعني صاير يعني مر مرتين ثلاثة على عدة بيوت، و يعني احنا نترك الشخص على راحته. نعرض عليه طبعا، تفضل هاي معمول، لكن اذا هو قال لا والله انا مكتفية وحبة واحدة بكفي، خلص. طيب دكتور، طبعا احنا بنعرف احنا شعب مضياف وكريم زي ما انت حكيت، وايام الضيافه بتزيد عن حدها، بس الواحد دائما بنضل نحكي انه يضل ضمن المعقول. بدنا نشوف تقرير هلا او تهاني من الناس. نعم. لبعضهم وطبعا للشعب الاردني كامل. جميل. خلينا نشوف التقرير ونرجع. جميل. نعم. بحب اعيد على جلاله سيدنا واقول له كل عام وانت بخير، كل عام المملكة الأردنية بخير، وإن شاء الله يعني إنه إن شاء الله السنة الجاي والعيد الجاي بكون المملكة من أحسن لأحسن. مناسبة عيد الأضحى طبعاً بحب أعيد على الشعب الأردني بمناسبة عيد الأضحى وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، وبعدين بحب إنه أعيد على جلالة سيدنا بمناسبة هالعيد الكريم العيد الأضحى المبارك. طبعاً عيد كل المسلمين، إحنا بنسميه كمان عيد اللحمة لأنه أول إشي عيد خير وعيد رزق وعيد أكل كمان، يعني أحسن من العيدية، فكيلو اللحمة صارت عندك بارتفاع فأحسن من العيدية. بنحب نعيد على جلالة سيدنا وعلى العيلة الهاشمية وعلى الأردن وعلى الأردنيين
كل عام وانتم بخير. كل عام والأمة الإسلامية والعربية والشعب الأردني بشكل عام بخير، وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، والله يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. كل عام والشعب الأردني بخير، وسيدنا بخير، والشعب الفلسطيني بخير، والله يعيد علينا القدس وفلسطين العيد الجاي. كل عام وانتم بخير، والأمة العربية كلها الإسلامية بخير، والله يعيد عليكم بالصحة والسلام يا رب. كل عام وانتم بخير، جلالة سيدنا بخير، والمسلمين كلها بخير. أحب أعيد على الوطن العربي وعلى الأردن، كل عام وانتم بخير. طبعا مثل ما شفنا دكتور قبل شوي، الناس اللي عم تحكي عن العيد يعني بتهني بعض بالعيد، مشاعر جدا صادقة من ناس بسطاء، واحنا بطبيعة الحال الشعب الأردني هو شعب بسيط وعاطفي جدا. ما بعرف يعني بهالمناسبة بديك تحكي لنا أكثر دكتور عن علاقة الناس قديما وحاليا ببعض، يعني لسه هالروابط الأسرية موجودة، لسه هالروابط الاجتماعية موجودة بين الناس؟ يعني بتعرفي الأمور، البلد كبرت، يعني عدد السكان زاد. يعني احنا لما بنحكي عن قبل 40 سنة كان عدد السكان الأردن يمكن 3 مليون. الآن عدد السكان الأردن 9.5 مليون وبصلوا إلى 11، وتباعدوا الناس. يعني زمان كانوا يسكنوا بجنب بعض. صحيح. بما أنه بيسكنوا بجنب بعض والعدد قليل، فتكون الزيارات المنزلية ميسرة وسهلة ومطلوبة الحقيقة. صحيح. الآن بسبب التباعد، يعني بتعرفي ما بضل عند المواطن وقت. يعني هلأ المواطن الأردني اللي بيعيش مثلا في أحياء شعبية خلقه، صحيح، يعني لا شك لا يزال إنه والله مكان السكن متقارب، بيستطيع يروح عن بعض إلى آخره مشي بدون سيارات. مزبوط. لكن لما بتطلعي بتشوفي إنه أنت إلك أقارب بجبل الحسين، إلك أقارب في عبدون، في دير غبار، ابعاد عن بعض. صح. فبده الواحد يعني يعمل نوع من الترتيب، انه في ناس انا بدي اروح ازورهم زياره يعني شخصيه منزليه، في ناس بدي احكي معهم بالتلفون، في ناس بدي ابعت لهم مسج. وبتشوفي انه يعني او على الواتساب او كذا. وبتشوفي انه في فتره العيد يعني الاعلام بصير يخبرنا وبقول لنا انه أرسلت في فترة العيد مثلا 25 مزبوط. مليون مزبوط. مسج. رسالة تهنئة مزبوط. أيوة. أو 20 مليون مثلا على الواتساب، رسالة على الواتساب. فلا شك أنه كمان السوشيال ميديا أو على الفيسبوك أو كذا، يعني السوشيال ميديا الآن عمالة تريح المواطن. لأنه أنت بتستطيعي أنه ترفعي العتب عن نفسك. صحيح. وتعايدي على كل الأصدقاء والأقارب. يعني دكتور، هل صارت تغني السوشيال ميديا عن العلاقات الودية، عن الزيارات اللي كنا نشوف أسبوعيا لازم الناس تزور بعض، شهريا لازم الناس تزور بعض، هلأ بيكتفوا مع أنه يمكن التواصل صار كتير، يعني التواصل صار كتير أقرب بين الناس طبعا، لأنه صارت السوشيال ميديا هي إشي قريب مش زي زمان، فصار واحد يقدر يطمن على الناس كل يوم. بس هل هذا يغني عن الزيارة العادية؟ خاصة أنه حتى بالزيارة العادية كل واحد بيكون ماسك موبايله، كمان السوشيال ميديا هي مسيطرة على الزيارة. لا لا لا، الوقت يعني أنت بتطلعي مرتبطة بالمهنة ومواعيد المهنة وكل هاي الأمور. أو دراسة أو أسرة أو أطفال. الوقت ما في وقت الآن أنه يعني ياريت الواحد بيستطيع أنه يغطي زيارات منزلية لأغلب أقاربه أو أصدقائه، ياريت. وتباعد المكان لحظة. لكن يعني هو أحسن من لا شيء، يعني أنه أنا أرسل مسج مثلا لأحد أصدقائي أحسن من أنه ما أرسل له شيء. صحيح. يعني هو صعب أني أروح أشوفه، يمكن يكون مثلا بإربد أو في عجلون أو في جرش أو في جبل تاني أو كذا. طبعا هو يعني زي ما حكيت لك أنه عم بصير نوع من الاختيار. يعني المواطن بيختار مجموعة أنه بده يروح لهم شخصيا، ومجموعة تانية أنه والله بدي كالعادة أرسل لهم مسج أو واتساب أو كذا. بهالطريقة يعني.
صحيح. طيب دكتور، بنلاحظ من فترة قريبة صار ينتشر بين الناس انه لازم بالعيد انا اطلع اقضي عطلة العيد خارج الاردن مثلا، صار يطلعوا رحال ويعني رحل خارجية، فهل هذا عن جد بيكون يمكن معيار ممكن نقيس فيه مدى الترابط الاجتماعي؟ لانه زمان بتذكر مثلا، خليني احكي عن ابوي على جيلنا، كان يحكي لنا انه انا بالعيد لازم اجي على الاردن، هو مغترب، عشان اقضي العيد مع اهلي. هلا صار الشخص يستنى العيد عشان يطلع يسافر برا، ما بعرف اجتماعيا كيف ممكن نفسرها. العيد يعني عماله فتره العيد عماله تاخذ مفهوم الاجازه كمان. اها شايفه؟ يعني من الصعب الواحد انه ياخذ اجازه من العمل مثلا. مزبوط. بفترات ثانيه، وبالتالي بالعيد عم ياخذ فتره، وممكن انه سنه بعد سنه يفكر يقول والله بدي اروح على العقبه. أه. بدي اسافر لبلد ثانيه الى اخره. مش غلط، لانه الان احنا عم نشوف الانسان العربي عنده جزء بشخصيته معولم يعني مرتبط. صحيح. بالعالم ككل وفي السياحه العالميه والقضايا العالميه كل هذه الامور، ومنفتح على العالم. يعني هو مش غلط انه السياحه كويسه، وزيارات كويسه تفتح الافاق، بتعطي معلومات، بتجدد النشاط، وترويح جميل. بعدين هو بيعوض، لا شك، يعني لما برجع يعني بيعوض زيارات المنزلية من خلال المسج، من خلال زيارات إلى آخره، أو إنه من خلال يعني حفلة سهرة بجمع فيها الناس، بجمع فيها اللي خلينا نحكي قريبين منه. نعم صح. تمام. طيب خلينا نتطلع على العيد من نظرة دينية، هل ما زال الناس يربطوا العيد بالدين لأنه صلة الأرحام وكذا، ولا صارت الزيارات عبارة عن عادة اجتماعية فقط لا غير؟ هي شوفي، يعني في كتير تداخل بين التقاليد الدينية والتقاليد الاجتماعية. يعني ممكن تقليد يبدأ ديني وبعدين يأخذ طابع اجتماعي. كيف علي؟ ولكن يعني طبعا الناس بيدركوا انه هذا عيد الاضحى والحج والاضاحي وكل هاي الامور والمناسبات الدينيه هاي، لكن كمان يعني هو عماله ياخذ صبغه اجتماعيه زي ما حكيتي انت، بمعنى السياحه والترويح والزيارات والسفر كل هذه الامور. ولكن لا شك انه يعني الطابع الديني موجود، وشوفي يعني جزء كبير من الأسر الأردنية بيعملوا أضاحي، بيضحوا. صحيح. والتضحية هي نوع من التقاليد الدينية الحقيقة اللي تمارس. طبعا عم بصير ضغط اجتماعي على الأسر إنه لازم تضحي. أها. أحيانا هذا شيء مرهق للميزانية تبعهم. صحيح. شايفة؟ يعني هو اختياري، يعني مثلا الأسرة الأضحية ليست فرض بالدين الإسلامي، الأضحية ليست فرض على المسلم، صحيح؟ يعني هو بتعرفي حسب الموارد، حسب قدرة الأسرة. يعني في أسر قادرة إنه تضحي خروف وتنين وكذا، وفي صحيح. أسر يعني ربما غير قادرة. لا شك إنه كمان يعني هذه جزء من التقاليد الدينية موجودة وجميلة، وبنشوف انه كثير من الاسر يعني بتجمع الاقارب وبتعمل وليمة، بتعمل صحيح. غدا الى اخره. وبعدين مناسبة انه نتذكر الفقراء من الاقارب مثلا، وبتروح الاسرة بتوزع جزء من لحوم الاضاحي على الفقراء وعلى يعني الاسر العفيفة. صحيح. بمجتمع دكتور وصل لمرحلة من التفكك في العلاقات الاجتماعية، يعني بطل زي زمان كتير قوية العلاقات الاجتماعية، بدي تعطي نصائح للأهل كيف يخلوا أولادهم يكبروا يعني مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود ملهيات الحياة، كيف الواحد بده يقدر يربي أولاده ويكبرهم على العادات والتقاليد وأيضا التعاليم الإسلامية اللي بتدعونا أن نضل في عنا صلة أرحام وتواصل اجتماعي. شوفي الآن يعني إحنا بعلم الاجتماع ما مش كثير بنرتاح لشغلة التفكك بالعلاقة. الحقيقة أنه لا يوجد تفكك، لا، المجتمع الأردني والعربي متماسك.
كان متماسك في الماضي من خلال آليات معينة، وهو الآن متماسك من خلال آليات أخرى. صحيح. يعني الآن مثلا تطلعي الآليات اللي بتخلق تماسك بالمجتمع، القيادة السياسية، صحيح، الإعلام، المؤسسات، العمل. يعني أنت بتشتغلي في مؤسسة، طبيعة العمل، المهنة والتعليمات والأنظمة والسلوك اليومي، هذا عماله يخلق تماسك اجتماعي بينك وبين زملائك. صحيح. شايفة؟ تماسك موجود، والقانون، قانون بيخلق تماسك. يعني من الماضي الآليات كانت ربما شخصية أولية، شايفة؟ إنه والله إحنا بنعرف بعض، إحنا بنستحي من بعض، إحنا كذا، وبالتالي لازم إنه نتزاور ونكون كويسين، كل هاي الأمور. هذه آليات يعني إحنا نعتبرها جيدة كانت صحيح. للتماسك، لكن لما بيكبر المجتمع ما بتعود كافية. صحيح. لأن بدك يعني أنت التلفزيون، المحطة الفضائية، يعني هاي لما بتوصل الرسالة الإعلامية اللي بتخلق مشاعر مشتركة، يعني تماسك، هذه بتوصل الرسالة الإعلامية لملايين. صحيح. ليس في الأردن فقط، وإنما في العالم العربي وفي العالم ككل. صحيح. وبالتالي هي أداة لخلق التماسك. شايف؟ الجرائد، الصحف، كذا. طبعا احنا يعني نعتب على الجرائد الورقية انه بالعيد ما بتكون موجودة. نتأمل انه يصلوا لترتيب انه يعني على الاقل جريدة كل يوم، يعني جريدة من الجرائد انه تطلع اول يوم، الجريدة الثانية ثاني يوم، ثالث يوم. صحيح. وبالتالي يضحوا شوي يعني مشاننا احنا. تمام. دكتور، بدي أتشكرك جدا على المعلومات اللي عطتني إياها، وكل عام وأنت بألف خير. نتمنى أنه يكون هذا العيد عيد خير عليك وعلى الأسرة، وطبعا على كل الناس اللي عم بيشوفونا عبر شاشة التلفزيون. وشكرا كثير لك. كل عام وأنتم بخير للجميع. وأنت بألف خير. بدنا نتشكركم لمتابعتكم هالفقرة جدا رائعة مع الدكتور مجد الدين خمش. نطلع فاصل قصير ونعود.